لؤي صباح النور. صباح الخير. اهلا وسهلا، نورتنا في برنامجنا ونورتنا في التلفزيون العربي. طبعا نحن عنا فخر كبير بوجود امثالك من الشباب العربي ومن العرب في هذا الانجاز التاريخي والوصول الى المريخ. شكرا لك لؤي. بداية دعنا نتحدث عن المركبة، الاسم الذي سمعناه وتداولته كل وسائل الإعلام، كل وسائل التواصل الاجتماعي، كل العالم يتحدث الآن عن بيرسيفيرنس، اسم المركبة التي وصلت إلى المريخ. أخبرنا عن دورك في هذه المهمة كأحد مهندسي مركبة تطير لأول مرة خارج كوكب الأرض. والله ما اشتغل، يعني كنت جزء من الفريق اللي على الهليكوبتر اللي هي انجينيوتي، هي جزء من البرسيفيرنس. يعني ما هو مركبتين، فانا كنت يعني القائد الهندسه الكهربائيه الكتريكال انجينير ليد، ويعني عملت انا التصميمات للناحيه الكهربائيه للمحرك واللوحات اللي تتحكم في المحرك يعني كيفيه تبرمج المحرك انت تتحكم فيه بالطياره. يعني شغلت المشروع من اول ايامه، مو انه من اللحظه الاولى، مجرد ان جينا بالفكره انه هل ممكن الطيران في كوكب اخر، وعملنا الدراسات ومنها اتينا، يعني جينا باوزاع الوزن المعين لازم تكون كل قطعه فيه موجوده. كان في تحديات كبيره طبعا انه نتواجهنا. تقريبا التحدي اللي تحدثوا عليه عدد كبير من الناس هو انه من المعروف ان الطيران في المريخ نوعا ما شبه مستحيل لقله الهواء فيه. كيف تعاملتم مع الموضوع وما هي الامور التي اخذتموها طبعا في الحسبان اثناء دراسه وتنفيذ هذه المروحه؟ طبعا اخذنا كل الاشياء المعروفه، يعني من ناحيه يعني فيزياء الهواء وطبيعه مثلا الطيران اللي بتعرف على الكرة الأرضية، ومنها يعني عملنا معادلات إنه تعادل يعني كيفية ممكن نطير في كوكب آخر إذا نقص، يعني هو شبه إنه غير معدوم من الهواء، يعني نسبة الهواء تقريبا 1%. فيعني فهذا أثر على مثلا كل شيء جزء في المروحية إنه يكون، يعني حتى نحن الدراسات كان هل ممكن نعمل مثلا كواد كابتر، يعني الأم الأربع مراوح لوحدة، بس المشكلة إنه صار من حجم المروحية صار كبير كثير، تقريبا 4-5 أضعاف حجم المروحية على الأرض، ولازم تلف 5 أضعاف يعني لفتان المروحية على الأرض. وفي نفس الوقت كان لازم يكون وزنها خفيف جدا عشان ممكن إنه تطير. فخذنا كل الأشياء هاي، كل الفرضيات يعني من ناحية حسابية، وطبقناها وعملنا زي ما يعني طريقة معضل صغير، وإحنا أثبتنا فيه إنه النظرية اشتغلت وإنه استطعنا نطير، ومنها من بعدها بدأنا نطور في أول مروحية على أساس كل الحسابات هذه اللي عملناها. لؤي، كم استغرق الوقت على إنجاز هذه المروحية؟ والله هو من أول لحظة حتى يعني لحظة، يعني تقريبا التصميمات معظمها خلص بال 2018 2019. بس هي من أول لحظة، يعني تقريبا من 2014 2013 يعني بدأت الدراسات، ومن هذه اللحظة يعني انه على حسب التصميمات، يعني في الجزء الاول مجرد دراسات حسابية، ولكن التصميمات نفسها اخذت تقريبا يعني سنتين للتصميمات، بس حسب اجزاء يعني باي يعني جزء من المشروع كنا فيه، انه هل هو الجزء التصميمي او الجزء الدراسي او الجزء مثلا من الفحوصات اللي اخذ تقريبا لحد 2000، يعني عملوا فحوصات خلصوها تقريبا 2019، بعدين استنت لحد الرحلة بين 2020، واخذت 7 شهور لما وصلت المريخ. يعني 7 شهور مده كامله استغرقتها للوصول للمريخ، وهذا في حد ذاته يعني يمكن تحدي كبير يعتبر ان تبقى كل هذه الفتره. الان ما هي طبيعه مهمه المركبه على سطح المريخ؟ نعلم انه يتم البحث في صخور في كوكب المريخ. السؤال الابرز او الموضوع الابرز اللي تحدثوا عليه الناس، دعنا نقول وليس المهندسين يمكن، ولكن الناس العاديين تتحدث على رحلة البحث عن الماء في المريخ. يعني لؤي، دعنا منك نفهم أكثر، ما هي رحلة، ما هي المهمة في المريخ الآن، وما الذي تبحثون عنه؟ لا هو الواحد بيبحث يعني هل موجود مثلا حياة في المريخ، لأنه طبعا الماء هو يعني الدليل إنه هو من أحد الأشياء اللي بتحتاجها للحياة. فطبعا يعني هذا الشيء المهم. هي البرسيفيرنس تعمل كثير، يعني بتفحر وبتاخذ عينات بتوضعها في اماكن معينه، في امكانيات تعمل فحوصات على هذه من الناحيه هاي.
من ناحيه الهليكوبتر انها حتساعد في المستقبل لرحلات الجايه انه ممكن تبعث هليكوبتر يعني بحجم كبير بدل ما تبعث مركبه على الارض، فطبعا حيسهل على امكانيه دخول اماكن ثانيه مثلا داخل الوديان او مناطق يعني ما بتقدر توصلها بطريق طيارة سيارة مسيرة على إلها عجلات يعني. طبعا إنه هذا حيساعد من الناحية هاي. يعني في أعتقد إنه حسب إنه وجدوا أشياء يعتقدوا إنها ماء يعني في الماضي، إنه احتمال يعني عم يدوروا أكثر إنه هل موجود حياة عضوية في المنطقة اللي هم نزلوا فيها اللي هي جزيرة. نحن في انتظار طبعا كل جديد حول ما يتم اكتشافه ويتم الإعلان عنه طبعا. بالنسبة إلى التواصل بينكم وبين المروحية، كيف يتم التحكم والتواصل من الأرض؟ والله المروحية فيها جهاز للإرسال اللي بتحكم بتبعث للبيس ستيشن الموجودة بالبرسفيرنس، ومن البرسفيرنس بحكي مع الستلايتات الموجودة حوالين المريخ، ومنها بتواصلوا على في ثلاث نقاط ستلايتات في الأرض، وهذا اسمه نظام الدي اس ان، ومنه يعني بيصير انه يعني بيحكوا يعني بطريقه سريعه اسرع من كثير من الفتره الماضيه. ف يعني هذا من جزء يعني من جزء من طريقه كيفيه انه بتحكي معها. طيب لؤي، كم تستغرق يعني كم ستستغرق مده المهمه على سطح المريخ، ومتى ستعود المركبه الى الارض؟ المركبة مش راح تعود. يعني ما أعتقد إنه يعني في للعينات اللي حتاخذهم من البرسفيرنس حتعود. المركبة البرسفيرنس يعني ما يعني فترة المدة تاعتها المحددة لها طويلة. المدة اللي محددة للهليكوبتر يعني تعتبر إنه مجرد شهر واحد. مهمة الهليكوبتر هي أول شيء إثبات نظرية الطيران، فحتقوم خمس رحلات طيران. أول رحلة حتقوم فيها يعني مجرد الارتفاع عن الأرض 3 متر، ومن هاي الناحية نقدر نثبت إنه كل الحسابات والأشياء اللي عملناها على الأرض صحيحة. ومن بعد حتصير مثلاً أرى 5 رحلات يكملهم على أساس إنه تجمع المعلومات على عن الطيران في كوكب المريخ، ترجعهم للأرض من حاس إنه يستخدمهم في تطور يعني في تطويرات مستقبلية. يعني هي حتى الآن الطائرة ما طارت، يعني هو يوم الثلاث الجاي 23 مارس حتصير احتمال قرار وقتاش حتطير الطيارة. طبعا هذا حيكون يعني نقطة كبيرة جدا يعني مهمة بطبيعة الحال، مهمة جدا. لؤي، دعنا نتذكر معك مرة أخرى اسم المروحية، لأنه دائما العالق بأذهان الجميع هو اسم بيرسيفيرنس فقط. Ingenuity هذه هي اسم المروحية مشاهدينا، لأنه تقريبا لؤي وكأنه هي أداة التواصل الآن بين الأرض والمريخ. Ingenuity هي Perseverance، طبعا بيحكوا مع بعض يعني. Perseverance عليها عندها تويتر أكاونت، بتبعت على تويتر أكاونت يعني التقدم. واضح، هناك موقع، هناك صفحة على وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي يمكن معرفة كل الأخبار. نحن نتمنى لكم كل التوفيق في هذا الإنجاز العلمي، وأنت أيضا لؤي ابن مدينة بيت حنون شمال قطاع غزة، مبروك هذا الإنجاز العلمي، وطبعا فخورون جدا بوجود أسماء عربية في مثل هذا المشروع الضخم والذي سيبقى حدث تاريخي مهم للأجيال القادمة. مرة أخرى شكرا جزيلا على حضورك معنا، نورتنا في صباح النور. شكرا على الاستضافة. شكرا لك، شكرا لوائد.